ينضم معنا الدكتور عبد العزيز الحليبي وهو رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز. يسعد صباحك. حياكم الله وأهلا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. يعني مجرد ما تقرأ الاسم الإعلام واللغة نتحدث عن برنامج يقدم من قسم الإعلام بالتعاون مع قسم اللغة العربية، ودائما طبعا من المنطقي فهم هذا الارتباط، ولكن نبغى نعرف انعكاس هذه العلاقة بين القسمين في هذا المنتج تحديدا في هذا البرنامج. بالفعل يعني فكرة البرنامج هي ترتكز على الدمج بين هذين التخصصين الهامين الإعلام واللغة. بوصف الإعلام يعني هو تعبير الموضوعي عن اتجاهات وميول الجماهير، كذلك اللغة هي أهم وسائل التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في كل ميادين الحياة، كما أنه بدون اللغة يتعذر أيضا أي نشاط أو حدوث أي نشاط يعني اتصالي. نعم. هذا البرنامج في الحقيقة يطمح يعني وفق هذه الرؤية أن يعمل على تقوية لغة القائم بالاتصال وانعكاس أو تحقيق انعكاس حقيقي على خطابه الإعلامي وتطوير قدراته الاتصالية، كذلك أيضا يسعى لإكساب خريجين هذا البرنامج بمجموعة من المهارات التي تسهل انخراطهم في سوق العمل، كذلك يهيئهم تفضلي أكمل تفضل دكتور. كذلك يعني يهيئهم أيضا لإنتاج مخرجات إعلامية يكون عليها صبغة الإبداع اللغوي في الخطاب الإعلامي. جميل. يعني البرنامج يهدف إلى تقوية لغة القائم بالاتصال وأيضا يعني الخطابة عند الإعلامي مقدم الرسالة. كيفية التسجيل، كيفية الاستفادة من هذا البرنامج؟ طبعا إن شاء الله نحن نعمل الآن على فتح هذا البرنامج مع الدفعة القادمة إن شاء الله المستجدة في العام الجامعي المقبل. سيكون التسجيل كما هو معتاد بوابة إلكترونية للقبول واختيار قسم الإعلام، ثم ستكون هناك عدة تخصصات متاحة ومنها إن شاء الله برنامج الإعلام واللغة. نعم، كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور عبد العزيز الحليبي، وأنت رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل. يعطيك العافية دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم على هذه المداخلة. الله يعطيك العافية. الله يحييك.